معانا مصطفى كان جاي لنا حاله التهاب اعصاب طرفيه شديده جدا. بدانا يبقى مفيش خلاص توازن. بدا للاسف كان في سقوط قدم. رجله كانها مش موجوده, مش حاسس بيها خالص. الدوره الدمويه الدقيقه كانت عنده تعبانه جدا. عملنا له بدانا معاه جلسات التهاب الاعصاب الطرفيه. عملنا له الجلسات, عندنا جهاز بيشتغل على الشرايين الدقيقه, جهاز بيشتغل على ارتجاع الدم داخل الاورده, جهاز ايطالي لتوصيل الاعصاب. عملنا له تنبيه كهربائي للعضلات اللي كان فيها سقوط قدم, وصلحنا له سقوط القدم باستخدام جزمه طبيه. هو بقى هيكلمكم ويقول لكم هو ماشي ازاي وكان جاي ازاي وعامل ازاي. هو يحكي لكم هو. اتفضل يا مصطفى. انا كنت ماشي مفيش توازن, كنت امسك اي حاجه كده عشان اسند نفسي وكده, بس دلوقتي بعد الجزمه الطبيه دي والاجهزه بتاعت الدكتوره والتموس للرجل وكده الحمد لله عرفت امشي يعني وكده, وبقيت ماشي طبيعي خالص, وبقيت اقدر اوقف. انا ما كنتش اقدر اوقف, ما كانش يقدر يقف. لما جالي يكشف كان يقف, كان لازم يسند على حاجه. اسند على حاجه كده لان انا ما كانت المشي اصلا متغيره, ما كنتش عارف امشي. طب عايزين نشوف المشيه الحلوه بقى. ماشي يلا ورينا مشيتك الحلوه. وما شاء الله مشي طبيعي.